السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عايزين نطلع صوت حلو من الكمانجة. طب إحنا هنطلعه إزاي؟ الموضوع مش عزف وخلاص إن أنا أحط القوس على الأوتار وبعزف خلاص. أنا لازم أستخدم القوس بطريقة حنينة شوية، بطريقة صحيحة، إن أنا ما أحدفش القوس على الأوتار. لا صعبة جدا، أنا لازم أكون حنين وأنا بعزف على الوتر. هطلع صوت قوي برضه بس حنية يعني. طيب بعيد عن الفيبراتو، انا بتكلم على القوس. طيب ولازم نكون برضو ايه، احنا لا القوس رايح يمين ولا شماله، خط مستقيم زي اتفقنا. طيب ادي بالنسبه للقوس. طيب النغمه الطويله اقدر ان انا اعمل فيها فيبراتو اهو. طيب ليه انا ما عملتش بقوه يعني، ما عملتش كده؟ طيب ما انا اقدر ان انا استخدم الحنيه برضو فيها، وفي نفس الوقت مش كل النغمه في قوس يعني. نسمع كده. كل ما انا بعزف وتر واحد او على بقوس واحد اقدر ان انا يطلع مني الى حد ما صوت احسن. او حتى انا بقى بعمل جلساندو او زحله تحس ان هي برضو مش واضحه جدا. لو كانت في قوس واحد توضح اكتر. نعملها ازاي؟ تمام. طيب اقدر ان انا اعمل الجلساندو ازاي؟ يعني انا مثلا بلعب او الزحله او صول لا، او اعمل اللا تاني، ده اجيبها من ورا لقدام او من قدام لورا. يعني مثلا العب من اللا بيمول للا بيكار، او اجيب من السي بيمول للا او. طيب نشوف كده الفيبراتو اصلا عامل ازاي. في سريع جدا وفي بطيء جدا، اللي عجبك انت فيه. اهم حاجه انت تحس ان انت بتعزف ومبسوط. اهو طيب انا اقدر اعمل حاجه تانيه غير الفيبراتو، اللي هي التريلات او التلتات. يعني شوف كده. ايه النغمات دي؟ بقول سول لا سي دو، طبعا السي بيمول، بقول ري دو سي دو، دو سي لا سي، سي لا سولا تاني اهو. لو كله في قوس واحد ري دو سي دو، دو سي لا سي، سي لا سولا اهو تاني كده. طب دي كلها في قوس واحد. طب لو هنعمل كل جزء في قوس اهو، انا فيهم احسن بالنسبه لك، وانا انا فيهم تحس ان في متعه وانت بتعزف، دي حاجه ترجع لك. طيب نشوف نقدر نعمل ايه تاني برضو في الجليساندو. شوف ما اقدرش اعمل الجليساندو لما اكون القوس مرتبط بيها، يعني ما ينفعش العب كل نغمه في قوس اعمل الجليساندو او اعمل الزحلقه، ما ينفعش. لازم ان انا يعني اربط القوس مع صباعي وانا بشتغل في الزخرفه، او اطلع صوت كويس من خلال الحنيه وانت بتعزف بالقوس. صباعك ده ملوش علاقه خالص، يعني القوس هو كل حاجه. طب لو انا عملت النفس ده بس القوس قوي اهو، هو القوس. فاحنا عايزين نعرف ان سر او السر السحري في الصوت يبقى كويس هو القوس. لازم تكون حنين وانت بتلعب بالقوس. هنعمل مثال بسيط، حيرت قلبي معاك المقدمه بتاعتها. فبنقول طبعا مقام كورد، هنقول على مقام على درجه الدوكا الري.
بدل الاول بسي بكار. طب احنا كده لو عملنا كده، شفت الري عملناها ازاي في قوس واحد؟ سي دو ري 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 او سي دو ري 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 ري. انا فيهم احسن اللي انت شايفه، نقول سي دو ري 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 او سي دو ري 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 ري. فا فا مي مي ري ري ولا فا مي مي ري ري. انا فيهم طبعا لما يكون كل النغمات في قوس واحد بتكون يعني اظرف واحن. مع الزحلقه بنقول صول، نقول ايه؟ صول فا مي 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 دو سي. تمام. طيب نكمل بنقول اه ري دو ري لا سي دو سي لا سول. طب نقولها سي دو سي لا سي ازاي؟ سي دو ري سي دو لا سي سول. اه لو احنا قلناها سريعه شويه. طيب نقدر نعملها ازاي كمان؟ سي دو سي لا سول. طب انا لو عملتها بالصباع التالت بدل وتر حر هتكون عامله ازاي الفيبراتو؟ كون يعني طبعا لما بعفق بصباعي احسن من لما يكون وتر حر. فبنقول سي دو سي لا سول، وبعدين دو ازحلق دو سي دو سول لا سي لا سول فا او لا سي دو لا سي سول. طيب نكمل سي سول سي لا. طب لو عملناها وتر حر المره دي سي عشان ازحلق سي مول، فبقول سي قال ايه؟ كل نغمة الري في قوس واحد ري او ري. اني فيهم برضو بالنسبة لك يكون افضل اهو ري 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 وبعدين لا